أسهل مقبلة يمكن لك تحضريها خلال دقائق، تبعي معي الفيديو باش تشوفي الخطوات. بطاطا مسلوقة كيف ما كتشوفوا بعدد أفراد العائلة، يعني حبة بطاطا لكل فرد. كتجيبي قرعة ديال الزاج بحال هذا الشكل هذا، أو جبانية أو أي حاجة اللي غتضغطي بها بالطريقة اللي كتبان لك قدامك، كديري نفس العملية. كنجيبو أي جبن متوفر عندكم في الدار، ماشي ضروري نمشيو نخرجو نشريو نفس الجبن. بالنسبة لي استعملت الجبن ديال لاكليت، يعني جبن مدخن، يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الجبن عندكم. كندير قطعة من الجبن على كل حبة ديال البطاطا، كندير رشة ديال الملح ورشة ديال الابزار مع رشة ديال الاعشاب المنسمة، كندخل كل شيء للفران حتى كيدوب هذاك الفرماج على هذيك البطاطا، ويا سلام على المذاق، يعني السهولة واللذاذة. وها هي البطاطا ديالنا بالفرماج واجده، ما نعاودش لكم على الريحه اللي طالعه والمذاق. يا سلام، فكره من الافكار اللي تنقذك بالمقبلات مع الضياف ديالك او مع وليداتك، فكره للعشاء ايضا. المهم كتوجد في رمشة عين. صحه والراحه.